السلام عليكم، مرحبا بكم بنات في فيديو جديد عندي في القناة. عندي ما نقول لك في الصناعة. الوغ هاد الفيديو هذا غيكون عبارة على هاد البوشيطة هادي. هاد البوشيط جاتني هاد الفكرة، أن دابا بالنسبة للمناسبة ديال النجاح ديال الوليدات، فاش كنبغيو نعطيو شي قدر مالي لشي بنيتة ولا شي وليد مثلا مناسبة النجاح ديالو، في العوض ما نديروه في واحد لونفلوب، غادي نديرو هداك القدر المالي في هاد البوشيط هادي ونقدموها ليه. منها كيبقى سوفونير، ومنها كنكونوا عطينا شي حاجه اللي عندها قيمه. الوغ نبداو على بركه الله. الوغ اللي غنحتاجو، غنحتاجو الصوف من طبيعه الحال، اختاريت هذا النوع هذا ديال الصوف. غنحتاج كروشي الوغ رقم 3، غنحتاج واحد ليبره، وغادي نحتاج مقيس. الوغ نبداو على بركه الله. الوغ غادي ناخذ الصوف، غادي نبدا بواحد المجموعه ديال السلاسل فيها 16 سلسله. الوغ 16 سلسله. الوغ بعد ما كنكمل 16 سلسله كنطلع ثلاثه ديال السلاسل، واحد جوج ثلاثه، كنجي فوق من اول سلسله وغادي نخدم فوق منها جوج ديال الاعمده مع هذوك ثلاثه ديال السلاسل، غنعتبروهم ثلاثه ديال اعمده. وغادي نجي غادي نبقى نخدم فوق كل سلسله واحد عمود، فوق كل سلسله واحد عمود، وغادي نخدمهم حتى نوصل لاخر سلسله. بالنسبه لاخر سلسله كنخدم فيها اربعه ديال الاعمده. العمود الاول، عمود ثاني، عمود ثالث، والعمود الرابع. دونك كنجي فوق من العمود، فوق من السلسله اللي تابعاها كنخدم عمود. غنبدا نخدم هنا فوق كل سلسله عمود. غندفن معايا هاد الخويط هذا، كل سلسلة ديجا خدمت فيها عمود من الجهة الأخرى، غدا دابا نخدم عمود باش نكمل الدورة ديال الكميميسة. ألوغ نكمل حتى نوصل لآخر سلسلة ونرجع ليكم. ألوغ هنا وصلت لآخر سلسلة، ديجا كنت خدمت فيها جوج ديال الأعمدة مع ثلاثة ديال السلاسل، هي أربعة. إذا غنزيد دابا فقط عمود واحد، وكنجي فوق من هاد السلاسل وكنخدم واحد منزلقة باش كنسد هاد الدورة ديالي. واش كندير دابا؟ كنطلع فقط بسلسلة، ألوغ كنجي فوق من هاد العمود الأول، غندير نصف عمود في نفس المكان، غندير نصف عمود الثاني. هم الوغ غنخلي عمود ونمشي للعمود الموالي وغندير فيه جوج نصف عمود، نصف العمود الاول نصف العمود الثاني، ونخلي عمود ونمشي للعمود الموالي ونخدم فوق منه جوج نصف عمود، نصف العمود الاول نصف العمود الثاني. نبقى دائما نخلي عمود وفوق من العمود الموالي نخدم جوج نصف عمود. الوغ نخلي نصف عمود نمشي الموالي نخدم فيه جوج نصف عمود. الوغ غنخدم هكا الدوره ديالي كامله. الوغ نخلي نصف، نخلي عمود ونمشي فوق العمود الموالي، كندير نصف عمود الاول ونصف عمود الثاني، نمشي ثاني نخلي عمود، نخلي نمشي للعمود اللي تابعو نخدم فيه جوج نصف عمود. الوغ غنكمل الدوره ديالي كامله على هذا الشكل. هنا فاش كنوصل لاخر عمود كنخدم عليه، الوغ كنجي فوق من هاد ثلاثه السلاسل ثاني، هاد السلسله اللي طلعت بها، وكندير ورجعت منزلقه. واش كندير دابا؟ كندير سلسله وكنجي ما بين هاد جوج تاع الاعمده تاع نصف العمود، وغنعاود ثاني نفس العمليه، نصف العمود الاول نصف العمود الثاني،
نمشي تاني وسط هادو بجوج وندير تاني نفس العملية، نصف العمود الأول نصف العمود الثاني، غنبقى وسط كل جوج نصف عمود نخدم نفس الغرزة نصف عمود زائد نصف عمود. ألوغ نجي هنايا هاد الغرزة اللي فيها جوج تاع نصف عمود كنجي وسط منها كنخدم نصف عمود الأول في نفس المكان نصف عمود الثاني، نصف العمود الأول ألوغ نصف العمود الثاني، نمشي تاني ما بين هادو بجوج ونبقى خدامة على هاد الشكل حتى نكمل الدورة ديالي كاملة وحتى نوصل لوطو. ألوغ هنا ما نسيتش الخيط، وحتى نوصل للعلو ديال الكموسة اللي بغيت كاين اللي يقدر يدير فيها مثلا بوغطابل يعطيه كادو، يقدر يدير فيها واحد القدر ديال الفلوس يعطيه كادو، أولا نقدر نديرو على حساب واحد البارفان ولا على حساب، مهم أن يكون هذا هو لومبالاج. نقدر نزوقوه بدي بيغ، نقدر نزوقوه على حسب واش البنية ولا وليد ولا. ألو نكمل نكمل الدورة ديالي كاملة على هاد الشكل. ألو ساليت هاد السطير هذا، ألو فاش كنوصل لخر كنا كنجي هنا فوق من هاد السلسلة اللي كنخدم وكندير غرزة حشو، كنعاود ندير ثاني سلسلة كنمشي مباشرة ما بين هاد جوج نصف عمود وكنبدا الخدمة ديالي، نصف العمود الأول نصف العمود الثاني، مشي ثاني بين المجموعة الأخرى نصف العمود، ألوغ وسط كل جوج تاع نصف عمود كنخدم جوج تاع نصف عمود، ألوغ غادي نبقى خدامة على هاد الشكل حتى غنوصل الطول اللي بغيت، عاد غادا نحبس باش نوريكم كيفاش كنفينيو هداك الضريس ديال الفوق. وهنا وصلت البنات القياس اللي بغيت، الو اخر غرزة غادا نسد هنا منزلقة. اش غادا ندير؟ غادا نطلع بثلاثة ديال السلاسل وغنجي في هاد الفراغ هدا نيت هدا وغادا ندير واحد عمود، غادا نزيد سلسلة، كنبدا دابا نمشي الفراغ اللي كاين ما بين المجموعات، غندير عمود سلسلة فراغ ندير عمود سلسلة، ألوغ الفراغ اللي كاين ما بين مجموعة ومجموعة ديال جوج ديال نصف عمود كندير عمود كندير سلسلة عمود، ألوغ غادي ندورها كاملة على هاد الشكل باش غادا ندير هاديك المراويح سلسلة عمود التالي هنا وكنسدها منزلقة بهذا الشكل، كنجي لهاد البلاصة هنيت كندير فيها واحد حشو، ألوغ كنجي للفراغ اللي تابعها ندير فيه خمسة ديال أعمدة مروحة ديال خمسة ديال الأعمدة، جوج ثلاثة أربعة خمسة، كنثبتها في الفراغ الموالي كنمشي للفراغ اللي تابعو كندير فيه ثاني خمسة ديال الأعمدة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، نمشي للفراغ الموالي ندير حشو الفراغ اللي تابعو خمسة ديال الأعمدة، ألوغ غادي ندورها كاملة لهاد الشكل وغادا نكون ساليت الكميسة ديالي، غيبقى ليا غير الخيط كيفاش كنركب فيه لي بيرل وغنكون ساليتها. كونوا اكيدين البنات واحد نص ساعة د المكانة كتكوني كملتيها. وصلت لاخر مروحة كنجي حتى هي كنثبتها هنا بهذا الشكل كندير واحد السلسلة صافي كنقطع بهذا الشكل خيط شويه عليط
الو كنجي كنوثقها بهذا الشكل، نحطو غوصة ولا جوج على هذا الشكل، نعاود نرجعها صافي، ونقطع الخيط كتكون عندي الكموسة ها هي واجدة. دابا غادا نوجد السير، ألوغ السير أش كندير؟ غادا نخدم واحد المجموعة تاع السلاسل تقريبا واحد 60 سلسلة، غنخدم 60 سلسلة. هاد السلاسل كيبقى لك الإختيار، تقدري تخليهم بحال ما هاكا وديري فيهم لي بيغل وتركبيهم. ألوغ كنفضل أنني نزيد نعطيهم قيمة، أنني كندبلهم، كنخدم فوق كل وحدة سلسلة غرزة حشو على هاد الشكل. حتى غادا نكمل 60 سلسلة كاملة على هاد الشكل هذا، باش كتجي صحيحة. غادا نكملها كاملة ونرجع ليكم. الناس كيف ما كتشوفوها هو هاد السير هاهو وجدتو، وكنجي كنحسب واحد واحد جوج جوج ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة. ألو كنجي من هنا وغدا نخشي السير ديالي، غدا ندورو على الكموسة كاملة. شوفو البنات أنا ركبت السير، ها هو كنجيب كروشي كناخد هاد لي بيغل هادو اللي عند أي بيغل عندك ممكن تسوقي بيه. أنا عندي هادو كبار، واخا كبار شوية عجبوني الصراحة. ألو كنجي كنخشي هاد الخويط على هاد الشكل، وكندير هنا واحد جوج ولا ثلاثة ديال العقيدات الجهد اللي ما تخرجش ليا هاد البيغل هادي، نزيرها على الحد مع الخيط غلط شوية وكتسد على هاد الشكل، ونزيرها مزيان كيف ما كتشوفوا صافي، ونقطعها من هنا ونحاول نضربها شويه ديال العافيه. هو هكا تكون الكميميسه ديالنا ها هي واجده، وفرجه ممتعه، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.